الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وقيب بقول أفرطني اللحاد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كتاب الأمور المنهي عنها حكو السابسين يا هاي أرميه الله يسكر بشرعا لقماء وناكسنين وشرعيا عن باري الله يسكر بقيابة كمذا إن لغه هادلو كتابي هاي الأمور واجب أمر نهي قاسنا مركا أما نهي تنزيهنا النقضو ينهي كراها أما نهي تحريم النقضي لما كلا قاضيه أرميه الشريعة نقر ريبتاي شرعي نودي ذا نقام بضا حن أيو كتابه كساب سنيه باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان وحب بابي هاي غيبة إني حاران تهي ويسن بنانين يو الأمر فرد الله يسفري بحفظ اللسان عرف كإلا إلى لي ولا دوره. قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا هاي إسحامنين على قوضة مسلمين يداد ولا لتهين يان لا إسحامنين أيحب أحدكم متكمو متشعلية هاي أن يأكل لحم أخيه ميتا ولا الكي أو ميتة هلب كيسينو عنه فكرهتموه واتقشين ستينو وكيق صوتينو يرب ولالكين ميدا يا صون ميدا هين بام معوني كرتا فهذا وفاء الفصيحه وحدي جرتين هدي لا يدين بندقو او هيليب كي ولالكين ميدا لا نهر دغا ما صون ميدا هين با ان عنتان وا ديدين او طبيعه هان اي ايمان هان با معوني كرتا مر هدي هيليب كي ولالكين ميدا اذا عنو كرين اسو نو لا يان لا حمانين هليب كيس يا عردغيس يا شرفتيس وشرفتا كدران شرفتيس عردغيس مغعيسا وخل با كدران هليب كتدعود ويلين مخاد عردغيس يا مغعيس يو شرفتيس ميل اوغا دحايسان ود عونيسان واتقوا الله الهي كعبسدا ان الله اللوين تواب عليه توبه اقبل وي احد كو سو لاوبت ان بدن توبه كا اقبل رحيم حريص بدن. وقال تعالى: وحكم الرب ولا تقف ما ليس لك به علم. قف واسلكيس والاتباع اما وان روح الله دبقل وقدرتك شيغدا لسكو قماتي اسو الله دبا سعوده هدنا راعينو هدبقين با لغا ودا. ولا تقف ما ليس لك به علم وحدن اوغالي اقون اولهين هدب استاغن كو اقدامين وها كهدلين هنا سمين ان السمع مقلق والبصر ارق والفؤاد قلبك اي وحي كسابسن كل اولئك ارمها سو دنبا كان عنه مسؤولا والليس ويدينا يا وحد ارق يا انها يا مقلك يا قلبك يا افي ادم بكسميس اخر سؤال باكتا الله. وقال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. روح ادمها كمها الله ويرد الا هدوكها الله اكتيس وحالتشوغا الى لي امين او حق بدن او لبدن ملك لقوضه شيخ حور يعلم حادثة أنه ينبغي وحوها بون لكل مكلف أحد كستو مسؤولية لصاري أن يحفظ لسانه عرف كيسين ودوره إلى شو عن جميع الكلام هذا الكلام أنت إلى لي إلا كلاما هذا الموين ظهرت أي موقت فيه المصلحة الدنت كجرت خير كأ أي موقت موين وحان دان إسلام كجرين يا دنت هذا الدين إذا مد الدنيا يسن كجرين هذا الكذا يعرف كذا إن أتكلم ورتام مناسبة وحبون هذا المسلم تهي ومن استوى الكلام نك يو كذا نؤسن هذا الك يو تركوا هذا الك ولا يسكد في المصلحة حاجة مصلحة هذا البعض ماشان ورد ما كتير هذا أو هذا كتير هذا مدام بقى كتير تم يسمايا لبعض أساس بربر دكتي متكود بقى متكود نكون بحق بدنانين فالسنة طريق النبي يا صحابة وحوي الإمساك عنه إن لقى كتشوكس ولا قاف هيست شيء أيضا الدين هذا يمد إسلام يمد الدنيا كجرت أي برنان إن أذكر هذا شاء سنة هدي أذكرهم ويدو مدام بكوترت مسكومة جرت شرعية إن أذكر آم مستاس سنة لأنه محي لي قد ينجر الكلام المباح هذا الكبرنان إنه أجيد مأكو جيا لغيابة إلى حرام هذا البرنانين أو مكروه آمث هذا الشريعة أي كهوته وذلك أرنك سو هذا البنان سو بني إنه كوتشيدو هذا البنانين كثير في العادة تدقا كأدم أكو بلانتاي وحان واحترمون لو دعاي سنين الله الله برين هذا الباتشري سمار الجهدان مرك هذا البدل بكودي بيا شاكا بشاكا كوفريسا
مركين أتكجب سطو أي دم تكجرتا والسلامة نبت قليلة أتكبت قبط حماة أظن كل عيني يدنبي لا يعدلها شيء وحولك ما متشره هنا تبقى بتثبت باتا وحول بكفي عن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنت أنك تجد مركهوش ما شهر غيبة ده نبقى تعريفين دون قيح دون عليه الصلاة والسلام حق فوق هذا أنك شافعي لو حنوب ظن غيبة إن تاي صغيرة من الصغائر دم بوي وإن لقى طبت كان واجب وفرض عين كطبت كين كيسو لكن حق درجة رتبة ديدو كبيرة مقارسة سنة الشافعي أبدايين نووي قل يكو خلافي باتشيرو مركا آن بطنين وشافعية أو قبائن أيتي كبيرة من الكبائر أما المالكية يحنا بلوض أيوه اسكم خلافين إن أيتي كبيرة من الكبائر وأنا سيدة صوابك نصوص القرآن كي أحاديث وسيدة تصهيا غيبة ذنوب تواوين كبائر تا كو خطر صنب كجر تاولبا سيدة القرآن كو شبه واركيسين ولا لك أوضح كشيكتو إن ولمدي هاي أدو هلي في سعونا يأسوا ميت أه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن لي مالك قيام أحد كرميه أحد كرميه فليقول هاي هذا خيرا وناك هكوها الله أو ليصمت أما هسك آموسو حديث كان مركو عضينا يا هذا الكو صهر مري وذاتكو أيكو عدي وحو أدوم بخير أهين خير الدنيا من آخر منا أهين إن أذكاء مصدقاء قابسته بد قبيد دو وحل ورد يقام مجرتي بد قبيد دو وحل ورد يقام مجرتي مرك وحاوه إن أذكاء مستاصحة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر آخرية الله إن أحد كرمي فليقول هاي هذا خيرا وحو خيرا كوها الله دمنيسا خيرا كصبحه أو ليصب أما إسكاء متفق عليه نو وحود وهذا صريح هذا الكنبي وحو قعد يهي فأنه ينبغي إنه هبوني هاي الله يتكلم إنه سنهل روحه إلا إذا كان الكلام خيرا هذا الكون وناقي السماء يهي موية يعني خير كدو حلقة وضع شيء أجر لك أقر لها إنه يهي موية وهو الذي ظهرت فيه وهو الذي ظهرت مصلحته هذا الك خير كأنا وهذا الك أي موقت إنه دنيا هاي دن الدنيا مدى خرائك كجرته ومتى شك مركو الله بأفليه والله أي روح وكشك يوم مص ما خير بكتير مسكوم يجرو في ظهور المصلحة فلا يتكلم حديث كان وحوق عاد هاي فليقول خيرا أو ليصمت هذا الكئات كشك يدو يدكل الله بقليسو ما خير بامس خير ما هنا تكام مستوي ومتى شك روح مركو الله بالله بليه ويو في ظهور المصلحة مصلحة إن يكتير تي إنك لا تكشك يدي حبا خير حكومة يلي شرطه هو فرح كقاد بوشيخ ولا يتكلم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله وحان رسولك له يو اي المسلمين افضل مسلمين تا مسلمين تا كيبا افضل بدن وخير بدن واجر بدن قال سبحانه وحور من سلم المسلمون مسلمين تا احد كي كان نبت قلام با اخير بدن مسلمين تا من لسانه ويده عرف كيسي افكي سلقات عرف كيسي أدن كيسي لغا نبات قالوا متفق عليه وحديث الله اسكوا وافقي وحن صومر حديث كعبد الله بن عبد نعاس أي الإسلام خير نبي قول لي نبي الله إسلام ك واحيه سواحده خير بدن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بين صومر هذا وحين هينا صبنه لو الدين يقول لي نبي الله مسلمين تنين كيبا أو ناكسن كدمنا أو يري مسلمين وحا أو ناكسن أحد كمسلمين تو أي كان نبات قلان أفكي سي أدن كيس جواب النبي كلا الدوانا ما إسخلاف عند أهل العلم وحوية لاختلاف الأحوال والأشخاص ننكا مركز كليتا حقوق قابس كو مساكين تنو وحتره مسلمين تنو صلانتا قرسيو باهيو وجفرانتا بشاشة لقاق في عيني هاي هدو سؤال كو ويديو كوي ما دو كو لادو ولا دو maxaa u fiican maanta ilaahay ugu dhawaada maxaad oranaysaa yahuu inuu salaada lagaga fiican yahay ogtahay salaanta muslimiinta waa lagaga fiican yahay wajhu furaanta lagaga fiican yahay ama meelaha kale oo dhan buu ku fiican yahay halkan uu ku yar liitaa su'aal buu ku weydiiyey xikmadu waxay keenaysaa meeshu ruuxaas gaabiska ka yahay in laga kabo oo la yidhaahdo waxaa kugu fiican islaam ugu fiican marka adiga lagu eego inaad raashin ka bixiso ساكين تقودسو سلام تباهسو أمد وجهك أفرتو
sidaas weyn waxa ku yimid mid aad og tahay sida kan uu ku fiican yahay laakiin xogow gacan qaadkiisa dhow dibnihiisuna xogow ma eeda badno oo war badan yahay xan iyo hawlo badan buu ku yara afaysan yahay nabi allow sheekhow muftiyo maxaa u fiican من سلم المسلمون من لسانه ويده مرك التفضيل بحسب الحال والشخص بان ليده هذا تعارض إيه وحس كهر من يمه كل بحالة وقاعد الأورنج قد يكون المفضول قد يكون المفضول أفضل في حال دون حال ووقت دون وقت شيء اللي قف ضبطنا اللي خير بنا حليها قاركود أصدقاء النقونة يمتك أخير بنا xilliga abaaruhu jiraan inaad xajidood cumraysato maxaa ka fadli badan in masaakiinta muslimiinta gaajada u dhammaanaya oonka aad waraabiso ood quudiso ka fadli badan xilliga muslimiintu isku fudnoobaan islaynayaan ee dhiig xaq darro ay daadinayaan inaad hawlo kale ku mashquusho waxaa ka fiican inaad dhiiggooda kala badbaadiso yacni shay waxaa jira xilli markuu ku soo beegmo wax walba ka fiicnaanaya qur-aanka in la akhriyo maxaa ka fadli badan wax ka fadli badan ma jiro adoo marka masaajidka fadhiya la aadaamay waxaa sunnaa shib inaad tirada aadaanka aad ajiibto inaad qur-aanka wadatoo u bixin wadaadka mu-adinka hawshiisa iyo inaad qur-aanka u yarkaadiso ajiibto keebaa fadli badan markaa iyada inaad ajiibtaa fadli badan aadaanku markuu go-aano qur-aanka ka fadli badan aadaanka يعني حال ذا هو كسو بيج ما يشيء يا وقت هو كسو بيج ما يو يا الروح يا بي هذا ما كل إيوه أعماش هو إسبدل إيسا مرك جواب تنام محمد يكل الدواناتي حال ذا يخص إيسا ما هذا الإسكور من يسدا سيع المد لي نبي هو حرم عليه الصلاة والسلام والعرب شيء جيد نين أيام بين هرمري يعني عرب بهرمري من سلم المسلمون من لسانه ويده قعنتي عربك عربك بالهرمر شيء معي إلي عربك وحاوي روح موطن مد كام مقن ككولة شوغة مد أولي أضا أرق أمد هور نبي آدم إلى أقيام الساعة عبد وحكا شي كرت عربك وآفو ميل والبو طابا قعن لقي يي قردا روح كولة شوغو قعن وحال لقارسي ودبات لو قيستا انت بدن روحك أكفر ديا لكن عربك أصوى سيفوي ميل والبا مروا قنطال وحي أدسكت حتى تاريخ بقلي نينك madaxa harsatay dakhartay ama hadhinta ama ka kacay nambarkaas uu ku gooniya laakiin hadda intaad gabay xun ka tagto reer hirfaha u qaado waa uu la kala warin ilaa qiyaama saacuma uu la wadi ummad horaad wax ka sheegi karta carabku marka aafadiisuna waa ka ballaadhan tahay gacanta dadku gaadhaya ee wax ka sheegi karana waa ka badan yihiin waxay gacni gaadho idan carabka khatara nabigu in badan boosha ku celcelin doona marka muslim waxa uu wanaagsan waa muslimka laga nabadgalo gacantiisa iyo afkiisa walidaalika imaam bukhaari abu cabdullaahi waxaa ka soo inuu yidhi maalinkan ogaaday xantu inay xaaraan tahay iyo hadda oon taagana weligay ruux bani aadana ma xamanin buur weligay ruux bani aadana ma xamanin waxna kama sheegin ruux ma durin waxna kama sheegin mundu calimtu ana alghiibata xaraam شيخ يسي الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل الشيباني بأسون هوشا يكسو غنتهاي مالك أن عقلي يستيئ إن مكلف أيان أغادي يهدو أن سيدي تضبا تنجرة يقول لك روح بنادر حكم الشيخ مبور يعني وإن أضعف كذا يأدن كذا إلى شطه باش هذا اللي اسكت داق هاي هذا إنه أنك صومالين هاي اللي اسكو وضيه هذا اسكبه دا قعنت هذا أفوضي gacantu mar bay hadda ka daran tahay afka waagu hore bini aadanku caada waxa u ahayd in af iyo adin waxaa daraa af hadda gacanti baa mara qaar ka daraysa social media wax lagu qorso madaar facebooka wax lagu qori twitterka wax lagu qoraya telegramka lagu qoraya waxyaabaha kale ma aqaane whatsapp group baad wax ku qoraysaan balaaya saw daldalaysa instagramka waxa lagu qoraa isaguna waxaas oo dhan baad سناب جات كونوا وزن ما حلو قرا وحاسو ضبط بحنيس انت سو بيج انت سو ور او بين وحبك تشرين ومد حلقه شيغي كليب يورو تهشن دقيقه ودوبتو مد قدل ميسا ادون كودن مري بلايين با دغيسانيس بقول مليون صدن مليون شن بقول مليون
أفضل هذا تالا حنتي أضحو حر أضحو كل شيء سكولات شو كتها دون أتقرن إيش شيء نادي جرتي أو شو أضوي كتك طيب بنت بهذا الله بنا إنسان يحد جود بك أو الجور هذا يفيو يحول العقي شلي مصور دعه هذا كور ما ذكره الله وليها سوشيال ميديا إلا من رحم ربه بنت بنا إنسان وين كوك قالوا بهيا الله سعد هذا إن هي عادي تهاي أو واحدة بعلى هاي أو هي مقال لي متى أو هي هرمرت هاي أو نينك بنت إسكدر أو هي هي بادية أن لا نغني أمة الله سبحانه كريم بأي مسيح ينبض ولا كم بده رقم كذا كتوسة هاي بين الله بنا إنسان حيون كذا وامح شيء حرام تهدي الله استحلاله والله بنا يستو مسلمين تو حيسكون راعين إجماع إنه روح حق قالوا بي مركب باش يعني لفظيزن هذا لسؤال وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي يا أي بلن قاضي من يضمن لي من يضمن لي من يتكفل لي يتوكل لي والروايات كلا حد يقول إياه من تكفل يا من تكفل يتوكل والروايات كبخاري أجيونا من يضمن لي يا أي بلن قاضي يا أي ضمانت قاضي ما بين اللحيه وفي رواية ما بين فقميه لو يسدان وحو دحيه ما بين اللحيه لبد لفقرود لفقريت لفتن هوسيه تكره لو جيدا دي عرب كو دحيه وما بين رجليه لويس وحو دحيه حبن كترنك لبد لبد دحيه يو عرب لبد دان دحيه يا اي بلن قاد انو كا ادكان كرو الى لين كرو اضمن له الجنه ان جنة نوبن لقادا متفق عليه أضمن ماشي أنا تكفلت له وتوكلت له الجنة وروايات قاركوة المامية. نبي مركة وحكوشي غي حبين كتر أن كان يمكن مع سيدي حرام تكا إلى علية. عرب كيسنا كات كادو إد بيو وناك بس كوشي حمانا كفو كادا. نبي يقول جلو جنوب بلان قاضي. لا بدا صال إيداوي أنت بن آدم قول لما هذا إلا بدا كات كادا شهوة النية شهوة اللسان هي شهوة الفرج كنترولا. وآدو دورة وإلى هيك كعب صدى. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي يقول نبي قولان مقلي بوري ابو هريره ان العبد اظنك ليتكلم حكوها الله يا بالكلمه ويرد ما يتبين فيها وسنكفر سند اظن اظن ماذا الهي كمده وبناتك سوء بدنيا لقاها الله يا هاد ان العبد ليتكلم وحكوها الله يا بالكلمه والبكوها ما يتبين فيها وسنكفر سند ويرد ان كفر سند بات قوب كشيغي روح بات كله يزل وحكوس بالرحانة يا أكف كان يا بها يا الضرت ذي أوجد إلى النار نار جهنم أبعد وحكف وكدر ما بين المشرق والمغرب وير ير وير ير وكاسو بحضو بن كفر سنو خطر الدم بأه أياد جهنم كوجل يساب النبي يقول عليه الصلاة والسلام متفق عليه ومعنى يتبين يتبين حوي يفكر أنها خير أم لا ويدو يسكيري كما فكر ما خير با مسوا مسوا شر ما حرام با ما حلال با ما كو بنانت ويدا ان اد تيراهدو غوبتن كا تيراهدو اي مسميا موسن كا فيرسن نبا لكن سي كسو اولا كع او خيار كيسو ويدا كو يري هي وحسن كباران دغين وحسن كباران دغين حكم كي ويداني ور ما كو بنانت هي سكوما بنان هوس بو موسن دغنين لكن خيار كيسو كو هالله خيار كيسو كهال وحديث ككلي لم يتك يسوس على أصل لم يده وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول الزح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أظن كل يتكلم وحكوها الله إياه بالكلمة ورد بروح مسلم ككوها لمن رضوان الله تعالى إلهي وحوج على كمدة ورد بعد جواب كرده إلهي وحوج عليه كمدة ما يلقي لها بالا حق نؤوسا دنيني نمبا ويربع كاسو بحضي اوتكو هذا الشيء مركا اذن لهين ماشي قاري قاري دونتا حق وناك اذوق مركا ماذا نسي دنيني نمبا ورون اسكا الشيء ورون اسكا ده بيكا اهيد من رضوان الله اي مما يرضي الله وحو الهي تعليه كمدا لا ما يلقي ومطورة هي اللها ويردا سبارا مسكحي يدوب مسيين هاي مسي دنين هاي نيوين بومون هاي نمبا قل لي واحد قصه بحال الروح وحكي ولله كعب صدات كتير ضوء اسكت صعود حمالك هذه الاف صدات اسكوت هو الشباب الطابه ولادي هو يكون عبر قاتل يرفعه الله الى يبقى كريال هي اظن كان وين توري وسن اد بوغبار اندين
بها أيد درجات درجون جنو قسينية وير واناكسن أودن كباران دقين كهذا الكيد وإلهي كازو ساري أودن فلين ماشي قاردي واناقين قاردي سا إلهي جنو وين كوغيني درجات نادكو إليسا وإن العبد سيدو كالي بانك كلمك لقى إيغانا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أدونك حقوها الله يوارد إلهي أنعبي هاي أو إلهي وحيابا عرق لي كاميدا لا يلقوس أتورين الله يدي بالا وح فكرة إياه كباران تجد مدنبا سير فوبوس كغير يهو حوبانا يا بها من كلمة ورد أو غير يدرتد في جهنم وكهوبانا متفق عليه إبليس بان أصوغ كفر سن ليلي ور وسجود نبي الله آدم أنا خير منه بر خلقتني من نار وخلقتهم من طين حق قاضي ساعدي هذا الكاو كصو عيلا أدونك لجره غير هينو عرضا جهنم وكوارو هل ويرو سيكا غصب هذا آدم كفر سنين وخطر يو هيكيني كرتا أدون كنت تكون نوشي إلى هنا كو عريسنا وعملا أن لا أقبل وحكو صعدنا أوسن شيرين أعماش الكرو رن أي فوق صوتي كات كات ويرها مركا إذا كصب هاي كفر صدوي سلف حديث كان مكة لو كان الله يكون في سيري شيرين أنت بنا خطرتها وحيد عذابي دين مركا مسؤولين تل سياسيين تلالا تشوغو بقرضي ومرضي سما إذا رجع عمد وتقطيع علمد وتكتب تقبضا كتبة إله النمو بتبادية مويين وحال سكدة إياه نين كان مسؤول كأما بقر كأما أمير كأما قدومية أما أضيق أما قاضي أوحو كهلو وكوغن عواصو وكفرحو وشعليا إن لغو لغو حبو حبو الشلماء لغا قدات صدو لغو رالي قليو روحو عاية للا عايو ولي بقيب الله وقف في الدورو ليه ملحوين هذا مبى وجد بهدي أنا جاها وشين هيبل وحوي كموي ومش الوجه لك سمو واركاسو بودي وذا كفر سن وإله وحو نعب هيئة وربي أكوني يا وحي كنيسة أنت تدون كشوكت إن ربي أكا كارها لنقول عذاباتكم مضت هل سوي سدوا كلنا وير أتروح مسلم كدي فعل عرض جيس دين كله كدي فعل كتاب كاتسكو قرب استاج كسكو قرب تاكتي أيا ربي كون حارسين أنت تدنو كجوتو رمبا مركا ويريهن أم الضيا كفكرة كباراندقة أو شاسيان لغفو ذان رواه البخاري وعن أبي عبد الرحمن حديث كان يكاكوه الرئيبة وحد اللي شدع عروم دقبة إن روح كس أغدع عمل أغدع الدم بكس أسميي أن لو عدر دارين جهل وح ليداد وح جهل ليداده معايا لي ننكي أن كفر سنك وردي لكن خيارك سكو يري حكم كذبا لسي نار تبا الله حكمي جنة الله حكمي مربع هدو خيارك سكو يري ما نمود إني دم بتاي ما نمود إني نار إجين يزي ما نمود إني إن جهنم الوارة لقل هاي من الله اعتبار ما هي مر لأنه باب التكليف ما كلا مرة هاي حكم كو حكو حرية هاي أضو عاقلة وما أن كذي مسكحلاد وتشوكتو إن أطفال كان يوردن خيار كذا أتكتر هذا القصة ميس العقل والاختيار بس الله شرديا إن العاقل تظن مجنون هنا والله حق النوارد أما فلك سمينتي زاد دورته أضو واحد كوه الله يسو معانيه سجرانية معانيه سجرانية فلك الثمانية يسو جرانية وحوي هاي لكن شرط ماها إنه دنبي هاي إنه كفري هاي إنه حرايا إنه حيلان قرنة شرط ما محاط ثم يسوان فريست وحين فردي هم وقتها بس فردي قاني إن لقوا قالوا بين لقوا إسلام الشرع على حكم دون تعالى لقوا طالما حكم كأذو مليه وضيب الرسول شيء دكتا قبر بطل كياني حول الشيخ بلو قلقلو وقربانك أو هبل بول شيخ عبد القادر ونف هذا وكاس اسلام تشان سنه وي تبي سي ويل بالغا ربا ميا الله قصب اودي غان مس خيار كي بو نف كسو شيده خيار كي بو كو كان ميو والي مس مير قبا حق عقلك ومير قبا بس هو مشرك باطن لنا مهاجر من مود ان اي وحو شركته اول كو تلما ادو وحا كو يال كلي ان ما انقب مير كادي قبطه فالكن آد سمينا نيف كان محلو وحان أوسو كحي إنا شيخ أقو رعو أون كبر يون كتوغو لكن ما أغي إن دين كلا قبحي لكن من مدين لقو قالو بي
ما مودي إنه شركية هاي ما مودي إنه حنية هاي هوشة شرع لا أطال هوشة حكم كذا الحكم على الأسباب للشارعي لا للمكلف قاعدة فقهية أسباب الله إما شهد ومن باشر الأسباب باختياره ليس له خيرة في الحكم على السبب علم ذي الأذان مر هذا هو السبب كالتي مات السبب كالشرعي والحكم كنتما لبضى شرطي ولقى هوريري مركض باب التكليف جوكته الأحكام التكليفية الشنطة حران إيو واجب إيو مباح إيو سنة إيو كراس وما هي أحكامتها الشنطة مركض الروح ربتنا كحو كنتو لبقى ذنب باتكي إيجي ميركيز مجوكي ها كدبنا خيار مالها وما دورت من سواء آكا لقو قبطي انت هذه للحكم كواهر كلاي إن إنها كود ذنبيس باب الوضع مكان للجوغو حكم كحرين صورة الفعل لقاهل عقل لما شرطيو اختيار لما شرطيو صورة الفعل واحد في المدبها ذات سميسو دن دوي بالقار ربا لأنه اسكو شغل بما هذا أقارسن هايو قبرارن هايو قرنوك يقودر قادة هايات وداد مضحق قادة داركي نبير اسكي عشان هاي محال لقار ربا ديدي سيبا لقار ربا سوم الشهرين متتابعين بالقار ربا عدخوا الرقبة على أباكو صلاح هدي أنا وأساق مض إن دلمدونين ما أركينين حبدا أسوق ومودين مض دورانين لقاعد باب الوضع بالليل هذا الميرو حارة شو عقب اللين هيا تلفون في عرض وتضو سكرين كتشبية وذي محل قربة وذي يقول قبل محل قربة دندو ولا قربة خطاب الوضع وأسوى من باب العدل من باب العدل وشغلكم لها باب كان تكليفك فلك صورة الفعل بالقرب وحدي يقول كادو عقها برلينا يا يقتش بيه كان حواليه معناها هلا صورة الفعل يقول كورة قادو بش كسي سكرين كي انت سايو في العنيك هذا وذا دشاوس وذا درموز كي قاعك سيسي دين روبان كله وكافة كادو وشبه ذا يكوت هلا ما دوني اني مره بين وحاس وحولها وحا القرب وبابك اوقلا الأحكام التكليفية باب التكليف هي باب خطاب الوضع ولا بك الباب بدنا صورة الفعل كلية واحد فالمود إن له هلو مجنون هالصمي نقول له تلا أنت ترقى ذي بوذات كل جوي محل قربة ومجنون هذا رفع القلم عن ثلاثة بكتيرة دي الله سكربة حيال دبعت هذا آدمها جاردة وإن لكبه وإن لدن ربه وباب المعاملة بالعدل دفك جاري بالا يلا سميا وجبر يا كبد وي شغلكم لا تكليف وحي الهي كنت تعلق احكام التكليفيه قال شنتاس حكم بين النقدان شنتانا وحلو شرط يا هرجل دود ما كي سببك غنتميا لبدا شرط العقل والاختيار وحبي ميتيد الله اسكو مقص سو اوغادا اظن كان مركز سينا ناركم مت باكو باب التكليف وي اظن كان ورد كو هلي إلهي عاردي سوء سنكافر سنة محونا ركمت لابا شرط ما لقى هلاي كو عقلي يسيبه جوغا ما والله لابا ويردان خيار كيسو كويري معنى هذا نو قرني لكن حسن أغين وحكا دلان دونا وحي ديق دونتو ديبكي جيزن دوتو إن جانب القوقة لهايو إن كبيرة من الكواي وحصدن ما أغين هاو شادو كون خوالكو تالما حكم كشارع اسكلا أدقى لابا قضبا كويا لابا هدي لقاه هلو ما لقاه باقالي معي هاي من قبيت ومن كذي تجوي دور الشفل كا دورت انت مي كاردومي العذر بالجهل مركو وابداني اللي يقول له قوي انا قهران اللي يقول له قوي الى انا قصقبت وعن ابي عبد الرحمن بن ابي حارث المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل روح ابن آدم كلا يتكلم وحكوها الله يبيل كلمة من رضوان الله إلهي وحرا لكي يكمده ما كان يظن أوسا ملينين لبدي حديثه أبو هريرة يفسره ما كان يظن موسا فلين أن تبلغ إني ورد قارس حق الدنبك عفوا حق أجرك يا ثوابك ما بلغت ماشي قاردي يكتب الله له تفصيلك يكتب الله له إلهي بأقر يا أدونك بها بسبب الكلمة
رضوانه بوقر يا رال هاشيس إلى يوم يلقاه لقب الله ما لين تورد ما لين ما لين تورد وكوه الله إلى قيام لقى جار هي إلى رال كان نقولي وهل ويره كاسو بحضي يكتب الله له ربحه وقر يا بها بسبب الكلمة رضوانه إلى يوم يلقى إلى مالك رب الله كل ما هي لقى جار وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ننكون وحوك لو كهذا يا ورد من سخط الله إلهي وحيابه النعبي هي ورب كعر ولا كمدة ما كان يظن موسى في لينا صقنا كان أن تبلغ وردنا يجاري ثم بلغ قد مشي جاري دم بجدي كفر جدي قال لماذا يدي شرك جدي حمان تدي حد جدك بن آدم قاي قطاي من موسى قياس هل كان يجاري يكتب الله له إلهي بعضنك أقرها بها بسببها سخطه عريس اللوق ديوانك إلى طي مسخوط من الله الجوجل هي إلى يوم يلقاه إلى مالك الله كل ميس ساعد الله قبل أبو إلى دونك اللي قرر رب الهور استاجي إلهي عريض بكو قرآن وكلمة علصوي ضاوه مالك في الموطأ وإنه صمر والترمذي وقال حديث حسن صحيح أحمد بحديث كورية رجع ورية حديث كورية تابعين تنين على القمل إذا كمدها وعورنجر على القمة حديث كامر كلا شيء أما الله شيء كيستن تسكك عورنا بعن ربوده تربان ربطول حدود جري كم من كلام قد منعني حديث الحارث حديث بلال بن حارث بدنا هذا الان به لها يوير انكو قول لها انتو ايدي ذي حديث كي بلال بن الحارث المزني حديث كذا هذا يساوي ما كل الله شيكي حديث انتو حسوسك كي جري القمة هذا البدن يا شيكا بدن يا منقح بدن يا حديث بدن وانكا قيب غادن له حيقور استاغي حديث كي بلال بن الحارث المزني دعت قوارتان وير أذن كفر سنين وذن فلين إن إنسان نقول يسوع ما يظن ما كان يظن يدكش أن جليس مذا ذن فلين إن وذكنا رجلي أولي بعري له والجو قر مالك كاتكو هذا شيء لا أدون كل جر رجيو آخر لقيت تقول له لقور استاج سبحانه وتعالى سوينا مركات لوس هذا الكل لقى فرصة ثم ولي مركات سياسيين تي يقوليها قنع سد الحقوق شنو ما أذكر ربطان أطقتا إلى عليا هش كذيتي اسكدايا ينعم لينتا كلا انت كلا بضبطاتا وسلودان بدهن تاتا عيسى لبا اوغلو شيطان كاسكنا بسم الله يده وحاط هبطو اخر يا دونك وحكتر يا كوده اما اسكغت وحنقدر بكو صعودا الهي باوته حديث كان اسكا الهالية هي الكفر حي كيف الحقوق هكو صعبين ماشي الفير بالفير وحلقو قصلا دين تاتر هذا عرض إله يا كسبان إلى دونك لقر بي هذا سوء إلالي كم من كلام قد منعني حديث بلال بن حارث المزني وعن سفيان بن عبد الله الثقف البجلي قال قلت يا رسول الله يا رسولك الله يو حدثني إيشك بأمر أرن إيشك يعني حكم إيه خصلي على مد إيشك أعتصم به أن كنت أن كبت بعد هيول عمل وناقصاً وهدي أن لا إيماد أن كبت بعد النبي الله التابسي قال سبحانه وحيولي قل وحاتل ربي الله ثم استقم وحاتل ربي وإلهي له بمعنى إله الرمي الله الرمي ثم استقم كدبنا توصنو تد إله الرمي وتوحيد لا تماد إسلام وضد إسلام ككوها قلت يا رسول الله رسولك إله يو ما أخوف ما تخاف علي وحد يقبض قيسي إذا يقعب سنة يسينا كدعه ما أخطر سن أو قعب سبضان تيرا كدعه فأخذ بلسان نفسي نبقى عرف كيسي وقبطي بركة يسنا بوسا وقبطي ثم قال وحوري هذا كان قعب سبضنا إنه كهلاقو حبن كان قعب سبضنا إنه إيضاء وكهلاقو النار كقلي سحابي ومت كان إسكي إلى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مسلم بحديث كوري ونصوهر ما إمام كنو أتريا يعني مسلم باب الاستقامة باب الاستقامة حديث سديتنا الشنات بين كسر مري حديث كان قل ليس هو مسلم بنو أتريا رواه مسلم والترمذي نصدا إلى ذا يعني وتفيرين كرت ذلك محقق حتى موسى قام إن واجي ترمذي بس أتريا مسلم باوري حديث ك صدنا سديت رقم كوكور كتاب الإيمان صدنا سديت كفيرية هل كان والكسر مرتين سديتنا الشن رقم كباب الاستقامة طب ايه قواد ايه كرتان حديثك قول لي ساكو يال سو ما ركتا باب الاستقامة حديثك اوه الرئيو بركة ان مسلم لو تيريا هيت
والألفاظ لكالدو ترمذي إيو مسلم لكالدو كلي لفظك مسلم حكي من أصدق قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك أحد أحد لا أسأل عنه أحدا بعدك عفوا بعدك رواية أصدقت من وحكي مسلم كنت من قل آمنت بالله فاستقم ثم ظن ويكت ما ذلك رواية عنك وفاستقم عند مسلم مرك حديثك هو حديث مسلم كجراء يترمذي ما ربنا بكوني مادة وأنا حديث علصوي روح أدو إلى هاي الرمايو عمل كنا أهجا قم حكم بقى اعتقادك قلب جهائية إنه عقيدة توحيدك كوهجا قو عمل كنا كوسو بنادو كو توسو كو كو ونكسن هذا أنت هذا اللي قبض بعده عقيدة صوبن هي عمل ونكسن أنت من نبي قدر دار من صحابي وحن وش يجي أنت واحد داوي على الدمين لها خطرتها يا هلستا عرب كيسين وقعد كاظم مالس كسر عربك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي لا تكثر هبادنين الكلام هذلك بغير ذكر الله وحن إله حسكي سين لغها الله هذلك أن إله حسكي سأي قرآن أخرس إيه ورد إيه وناك أنا هين كهذلك سيان لبادنين هل يريستو نبي الله محاجر فإن كثرة الكلام هذا الكبضان بغير ذكر الله تعالى هذا القول بطشه وإله حسكي سأوحان كان لغبض قسوة للقلب قلبه إنجتيا قلبه أتكيا القسوة وأشدة والغلظة ويان قلبه أتكيا وقلبه مدحه مدنقضه ذكر إلهي مصله مخشوعه معبصده مراقبية خشية مقشه قسوة للقلب قلبي قادك مركب وحاوي هذا هو قلبي أن حقي أقبلين أن دنقرين أن عبسنين أن خشوعين أن ذكر إلهي كحسلين أو وعيد هذه الشيء أن نحي نوي وإن أبعد الناس وإن أبعد قلوب الناس قلوب ابن آدم كمتك أوقف من الله إلى حقي سين حريست أوقفك والقلب القاسي وصاحب القلب القاسي نك قلبك أذق ما يرجح عليه كاسة إلهي نحرس أوقفه أحد كفك مجرانوي يعني قلب هذا الله شيء روح بالوجه ذهد بن آدم روح كل سنة يسني كل سنة يبا عد كأ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله ألا وهي القلب قلبي مركها دون نقض قلبي دجان دجا ورجح وخير كوسنجلين ومال قدر وسأندلون ونحين إذن أدقوا أدقوا أدقان وكسمروا هذا قلف بعض هذه إن جين كذي المطور كبس إذا هذون نقضي قلف محلوف على هيا رواه الترمذي وحسنه إنه رهي أهي لأنه الترمذي حديثه وحوله وحديث حسن غريب ولا هذا سداسا الترمذي ولا هذا فحنا سوق جوريي نسخة بدن كودنا سداسا كتالة ترمذي نسخة بدن كود سداسا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ابن عبد الله من الحارث ابن حاطب أيوة هذا حفاد كسوغوري ترمذي حديث كهورانا إنه تحسيني سوغوري على حافظ عبد الحق الإشبيري باكمده في الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى وحاكمده الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وحاكمده الذهبي في الميزان كل واحد سوغوريين ترمذي حديث إنه تحسينيه وكذلك الحافظ المناوي كتاب كشف المناهج ويسوغوريان كل قوت كذلك محقق حديث وضعيف بولي لكنه حسن يا بعد مدة والعلم عند الله محيا إلي وذات كان لا تفرض حديث ابراهيم بن الحارث عفوا ابراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سيدا ويسند كحديثكم نكاسي ابراهيم ابن عبد الله بن الحارث ابن حاطب وحد جرحيي او دري مجر محدثين وحي لواثقان الله ما هي ابن حبان كان وثقات كسو كشيغي ترمذنا حديثك واو تحسينيي مركا ذهب حلوى مدني مقل ما علمت فيه جرحا حافظك حلوى صدوق روى مراسيلا إذن وحد الوعي اللي يبنانك يا الله ما تشري لكن مركا قليها النقادة قعيد لغصعه وحلي إن كاني إبراهيم بن حارث أم إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب وأنن صدوق مركا لوبضيه عبد الله بن دينار المدني وأنن عالم وحفاظ بضن يأرض بضن وبقول الله لنا لها أرضدي شيخ عبد الله بن دينار علمي صدح شيء
ee majalisada fadhii jirtay ee jidibka laabi jiray xadiidkan maxay iyagu sheekhu uga maqli waayeen inta wadaadkan allow sahalka ah keligii uu xifdiyey xadiidka ومركب حكولين وممن لا يحتمل تفرده عن الإمام العالم الحافظ عبد الله بن دينار دنك هذه اللقاء ايه ولا الدور كراه لكن تري من التحسين كي سواء إمام ناقد وهوش أنا كوش ولبا إنه لا تفردون كوش يا جاي سيدي سينو كدا ينو حسن يا كدا ما كان جامع الترمذي مر الناس إذا أنبان مري دعاية لما عنو حديث كنت المامي كتاب كقرآن كي يسون نظر نبات الماميس قلبك إن جدنا قلنا إنه قلب اليهود وإبليس أوياي قلب الشيطان يا قرآن قرآن يسون نظر نبات الماميس نبي الله عيسى أنا حديث كان وكلا الجوار يا موطو مالك بينكم مري شن تابع عبا وري أو كل قد وكسر جاي هاي أنا تري نبي الله عيسى حديثهم قد يسوق عليه معناها مرك النبي الله عيسى اللي قلت بي إن خاتم الأنبياء والرسل محمد اللي قلت بي عليه الصلاة والسلام إنه محتمل إذن حديثك شواهد بوله معني سنه صحيح حق سيد قوت بنوجدنا نك لا تفرضينا وأن صدوق تلمذنا وحضورتنا وحسن ياي وحن كديدنا ما هينا أون وحين تأيي دوران كتجي ومهم جدا عبد الحق الإشبيلي في الوسطى حديثك هو صحيح محايا المقدمة وحكوي ده هذا وحي حديث كتاب كان كوك كانوا هدو علي لي أنا كهلي أضان كأمسنا فهو صحيح عندي بول حيث كان هو كان الترمذي بيقول تيري وانا كامزي معناه دواء محي هو صحيح عند عبد الحق الاشبيلي عبد الحق الاشبيلي الترمذي رايه وذا انه كدينا ان شاء الله حكم عبد الحق الاشبيلي وكان ترمذي مرة ما نهلن ومن بركاتي رياض الصالحين عن ابي هريره رضي الله تعالى اله قلبها انه دبعيها انه نقليه أسجى أقول لي قلوب تمرك وحيكون كن قلاتا إلهي حسكي سأل لك عبسك وحيكون ججتا خير كي الدين كن لقف جيو قلبك مركا وماشى الله لمن هي هلا إلى الشذو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله نك ربك إلى ليه شر ما بين اللحييه لبدي سدان وحود حيا أو عربك يو شر ما بين رجليه لبض الوضوء حوض حيو حبن كترن دخل الجنة جنة وقليا كفر وح لولي ما دبقول كي بسيدية وعربك إسلام يو وناك يو قرآن أخرس يو مدو خير لفره يو وناك مدو الله رصيده يو عاونو يهل الحسو حلو قبتنا وعربك وخير يو شر ملكو وذي يلوي وصن يو وابي دمنها لك سوى ضبحاي وملب يو هي مصيبة ملك هو الجرع عربك مركوا هل سوي هذا إد بيسوء ولا دوها جاجس وكوها جاجية دل لكن هذا جاجم وإذا فرح كقاده وإسكت قصيدة الله دي هذا إيد دونه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله وعن رسولك إله يوم من نجاته بد بادا محيطة محال وبد بادا من نجاته أي ما سبب النجاة بعلوم ذلية وأنا صح لأنه قاب كنا بيقول جوابا لقى فهم إياه وزادنا وحده ما هو أسلوب الحكيم أنت هذا النجاة تعريف لهيد إيقيح لهيد الأسلوب الحكيم وام هاي مقوشة جوا كورنا مها سدا سدا يلوي إن بعض حتى هبل وحنجو هبل يوها ورور ثوق ديد قال العات ورور ثوق ديد ما هو قصة يا وجه يعني وحاسوك ويدي وحنا هينو أسجد دنتي سنة دودي بتأسلوب الحكيم بالله هذا هؤلاء كلوا كوشي وحاضر صوفر إنسان جزء قرآن أرسلنا يقدر يسأ هذا أسلوب الحكيم سيداسو لأنه دنتي سو جرن لا إياه وح كلوا كم مشغول ما لا يعني وح أسكان فعيا لودي با هذا هدي الله شرح ولا إذا النجاز تعريف يقيح بدأ النبي يقول مقل أسلوب الحكيم من نجاته نبي الله محل قبض بلا أسباب تكنت إن بد بدو النار كبد بدو الجنة هلوا محيطاي أمسك عليك لسانك ورعرف هذا إسك قبو عرب كذا كأت كو ولي سعك بيتك جرجا كلا كلا كذا جرجا ذا حكوا ديقو عرب كذا كأت كو جرجا ذا حكوا ديقو سبحان عليه الصلاة والسلام بمعنى جرجا ذا شوك إلهي كحس أسرع كو إن الضن أب حدا مويل ميل وريجة إيه فرد كدر كبلاش كا إيه أفكار الله أرض الله ضوانها يي شيكان مع درده إسكتشوتيو لأن أنت تقول وجهك تود بدايسة دم تضاد قبسان أم واد سيحان أم واحد آخر السنة أم واد وردي
أمر هيرك دنتي زيبات قوانيس أجر باكو صعودة لكن مركا تصبح مساد كلاه يمال الله كبر على سوقلين أفكرهم باتشقي أنت بضان أنت بضان وليسعك بيت وجورجا هاكو ديغو عرف غانا كاتكو وابكي على خطيئتك كقومي وكدنا دامو قف كذا وابكي كؤو كؤو يبا نبول على خطيئتك قف كذا وعدك لها ارسنوي وحاد كاش الله يتطاو كان دامو تاو كقوم ميسا هذيك دبكا سوقي ست النفط هذا احد كلها ايدوي راهو الترمذي مركو وابكي ساسا على لو قد بي ومبعنا الندامه رواه الترمذي وقال حديث حسن انت اساكو انفع بنبي النجاد ومعي عرف قدود كات كاتو قرق قدود كديقة دنبي قاد قشوت كان دامتو إلهي أغنى قطوت قطوت كنتو إلهي توق أو باري أو كوي رح أغنى كان قوي وحاد كاميرا دي آدي آد وغحماتو دنبي قاد قشوت نقضو هدي مركة دنبي لغو قرحيز مصيبة ماها وشيطان كوهر كاكوكتو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عججت اعوججنا رواه الترمذي إذا أصبح ابن آدم مكواق أبريه يقرح الأصوب بحضه أما أكتو دلاته فإن الأعضاء حبنه ورنبا فإن الأعضاء كلها عفو حبنه ورنبا شركة صدح بغوة لحذنك حبنوت تكفر اللسان عربك إهبسا عربك داريني تكفر عند العرب ويؤد اللوداء ويبرداء ويتوكتاوي لكن أنه ودادو إهبين يدارين بأنه يقف فسير جنة معنا سانا قرحسا روحة إهبسو داريس وروحة أتكعب سانا يسوما والله وني لبك يقدا الله ألمي هاي لأن التكفيركو وحون نقضاء الخضوع تكفيرك وحون نقضى معاني تحكم إذا أنا روحي ارتسى فور رسوته أذون قارين حد الركوع أذون ركوع قارين إن أضير فور رسوته اللي هذا تكفيرك معاني ساكم إذا شيء قين لا أسطرو كفرة سترنا وين نقطة مدى سترنا نقطة باب التكفير يهوليه سقشة تنوك الأقوام تكفر أي تدل وتخضع وي تدل وتخضع للسان عربك أهوغن أو الله اللي أو بري وي أما تكفر اللسان عربك إهبسايو ويسك داريسا الله ألم يهي تقول وحيدي حبنه اتق الله فينا عربوا إلهي نقع عبس إلهي نقع عبس أذانك إيدينا ونقع وربضان تاي وح النول يوحد انتي وح موت وح مقن وح صوص لعضو ورنم بات كحد قد بكرتا آفا تاي يأننك إيدي فإنما نحن بك أنه أذوهم بانكو قحرنا هذا هكا اكتنا ونهكا قينا هدان هذا حماتنا ورقمنا فإن استقمت هذا توصنا استقمنا وانتوسينا وإن عوججت هذا بصر حماتنا عوججنا وانو بصر حماتنا هذا تكلي حتى هو ضد قلع صناته بارمرت الدين كي أنو وان أنو وان نور لمات هذا هكا اكتنا وانو هكا قينا رواه الترمذي وقال عفوا رواه الترمذي وانا تحسيني حديث الترمذي معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له ويد اللودة ونسبها بهم بهسا معناها سال الله وضع حديث كان واحد مدين كور من حديث كياها على إن في الجسد مضغة هذا إنه شيء إذا صلحت وإذا فسدت نبي حلو قلبها شركو حبن باكوتشر حبن كهدوها جا شركو دموها جا جية هدو حبن كهلابنا شركو دم بهلابي حديث كان وحولي هاي حبنها دم وحي أيضاً عرب ويكون بدبادان ويكون نقضان عرب لكن لو حديث ويسكه رمانيا حق ظاهر كما كان مود لكن سيد الصحراء وعوي اسكه رمانيا محايا لي عرب كوا ترجمان القلب وي عرب كوا احد كو حكسه قدبيه كترجم قلبك وي وضنه عرب هلابي او خريبا او بصر حنا ضدرقته قلبك كايمانيا ايا كليت دواري مكة وطن مكة جوح ودي حين كلام حد كوجاتان يا حد كوجات اسمه تركي شو إنه في عين هاي سليد سوسي التهاي بيه شو إنه عصبي هاي أنت هو ربنا بالقياس هسا عرب كوا أحد شيء قطوسه هو قلب قال وحية
قلبك هذا إنه وناقصين يها أو صوبضي وحلاقة قرتها رقنك هذا يعرفك هذا قلبك هذا إنه دنتي آف وحلاقة وقذا عرفك هذا وفرع يا أصل وولي يا أبو ووالدي أبط استدبت شو قوي حديث كهر نبي حكاها الله ماشي وهو شو كحران تاعي كنا وحكاها الله فساد كدعاء شيء اللي قالوا قال لها إيه شيء لها بوليديس قلبك بوليديس واقومه بولي متقنا شنبر ملف قدرت كتستو مرنا لوح يمص ملفردي أو كو جيزة مرنا علق ولا جشة شنبر عقل بدن بالله يوم ركوا هرسة ما لك هرسة كوك حين سيكو هردولة خير شيء بولي خير شيء عيكو جينزة ملف في عم بيكو جين ملف قدرت كذا ما يساتو الحور ريب ويدو ما لك قدم ب ويكور بود ويكو يدي لوح بيكو جين أبالي بدن باش والله شيء قال لك ما أرك تشري لك هذا أنا أقول لي اللي بحنا يبقين ما لنا يبقين إذا وحوي وهلس برك نبغى كي يقان حقو دل ملا حد إيو جوز كي إيو حقو الرهبان أو قط كان مش أو عوني ما لبقي هذا جعش هذا الحقو الرهب ويدو هذا يكاد قوان تاع إذا وحنوتي إن قلبك فس هذا يا فريس ما لحد يروك تفرد ياك ورما عربك سداوي وحتى عارض حديث كان حيا متشره وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله محمد رسولك إله يوم أخبرني بعمل يشجع عمل نبي الله يدخلني الجنة جنة إجلية حديث كبير 40 قد قرنه ويباعدني من النار نار نيقد ديرية وسؤال وين نبي الله عمل وناقصن وصالح والنار كقفق هذا جنن أنكحل نبي الله يشجع قال وحول سبحانه لقد سألت عن عظيم أي عن أمر عظيم أرن وين بدو أدوي دي سمحي إلي آدم يا مكلف يا مخلوق وشقيه إنه نركبت بهذا شنن أو هلو يهت وإنه الله يسير على من يسره الله تعالى عليه أحد كن ربي أفوذينا وفوذية نار وحا لك قبت بهذا ويفوذ دهي شنن وحا لك هلنا وفوذ دهي تعبد الله إلهي بدع عابد الله تشرك به شيئا ربي الله آمنت بالله ثم استقمت وي إلهي بعد عابدي كلي أدون أشرك يلين وتقيم الصلاة صلاة واجب كان وأوجي وتؤتي الزكاة زكاة واضحين وتصوم رمضان بش رمضان وثوم وتحج البيت بيتك إلهي نواد حجي واد قصدي هدي لا يكون واجب يوم ثم قال كد النبي حول ألا أدلك ما انقطص على أبواب الخير خير كالباب بدي سما انقطص أنت سوى هوش ماشي يقول لي من إزاي الباب هذا خير كما كو شيغا الصوم الى درت ولو صوم جنه غاشا نار تا اسك حجي سوي والصدقه صدقه وخي مالك يا هانتو الى درت لو بخيانا تطفئ الخطيئه ذنب قد دميسا ذنب هو دب كشدهايا ذنوبته يا معصيه النار بي كوغو نكون عاف ما دري كيني عقل دري كيني خولاهي بابيني ميل ولبي كا غري وا مصيبه دب كوغو شدان وي دبكا وحا بختيه صدقه كما يطفئ الماء النار سدا اي بيوه دبكا او بختيه صدقه ونتا اوغو الباب خير كان كو شيغاي وصلاه الرجل من جوف الليل يا نينك يا روح مسلم كصلاه توكدو هبينك معديسي يا غديس نسك دنبه اسنا وا باب من ابواب الخير ثم تلا ما دام نبقى قيبتن ودنبيسي سان لوغو قادن اني خصلدان اي حغو هوسيسو ليدتو مخاتيال بو كانس اني سريسو ثم ترى نبو هو اخري تتجافى جروب عن المضاجع وحا كديرادا دنعيدو وحي كديرادان ميلهي سيخانيين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء ما كانوا يعملون ايات الى والنبي هلكا غاري بو اخرني اذا وا مخاي إلهي وحوط الصي صلاة الليل ك يجوف الليل كأحد كتو كذا وحي إلهي أقرية الدوكس يدي أن حارس ربيعة روح بنادنا قياس كرب متر إلهي بأك آخران لو أبا المرين عمل كإلهي مادي صلاة جوف الليل لمركز أساسه هو أمانا طاي وحيد وحوي والباب جونيا والباب هذا الجنة يا خير كأ أو لضبط دقي صونك يا صدقة لضبط دقي مركيا لما قال ابو نبي الله ثم قال وحول صوبانو ديكوا تقاناني الا اخبرك ما وانا كو شيغن ما كو شيغا معادو براس الامر
إسلام كان مدح حسن مكوشيغا وعمود وطير كتاغيا مكوشيغا وذروة سنامه كورس كي سفيدة وكورس كورس بارتا بارتا كورس كما كوشيغا إلا كورس كنف كي كورس كوزر ري كورس كنا فيد كوريا باهرمولي وصرا وقيبت كورا ياش أمان كاسيو كورس التماع قلت محمد بلا يا رسول الله رأس الأمر إسلام كوحا صوكوبا إسلام ماشي ودنتو حدون تيسا تيركو كتاغيا هاي في دوس الرئيس إيجر كا أنت مسكوك درا قلت بلى يا رسول الله رسولك له ها رأس الأمر أهل ماشي أردم وتقال إسلاموي آدم يا مخلوق ماشي أردم تيلا قربوا إن الدين عند الله الإسلام رأس الله الأمر هنا وأشان والحال بلوجي إسلام نمو ده المسلم نقوم ويدو نار باكو قواح وعمود تيرك إسلام كان الصلاة صلاة كتاغية وذروة سنامه كروس كي سماش أسر ريسي بارك قرآن الجهاد وي إسلام كو صلاة باوتيرة ماش أسر ريسي لقارنا ونفط إله أقوله نفط إله بحسوي ثم قال سبحانه وحيولي ألا أخبرك ما نقول شيء بملاك ذلك كله انت أصول نوحي سكوف فوق سلام كو شيء إعافين كريك لطوري كرا إسلام كو وناكسنا جهادك صدقاتي صلاتي صلاة الليل وحول بو وناقل الغوص الشيء قلت بلى يا رسول الله فأخذ باللسان نبغى عرب كسب قبطي وقال وحون يري كف عليك اسكقبو هذا عرب كان اسكقبو اسكربو يا اسكرب كف عليك قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أي بكل ما نتكلم بالوجه ذا نبي الله وصحابه وأجياي إن عرف كل سوق بني لكن وجه ذا وح والبو عرف كسر بحمي على سوق بني وإن أنا أقول لهم آخذ لك والله حسابنا يلا وق بني مين الله بما نتكلم به أي بجملة ما نتكلم به وح والبو نقول هذا الله عرف كأنه كشيء بجميع ما نتكلم به فقال ثكلتك أمك هو إذا كويدي ورمجي بأوي مجي جر وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم نبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس تدكم وحاكو تورة وكوهم بورية وين أفلقوا تورة ويميل قدأ في النار النار تكوهم بورية على وجوههم ولي أف يصن بعرر وقو تورة إلا حصائد ألسنتهم عربك ووحو قوست وحان كاي عربك ووحو قلي وحان كاي ميانار لغو قلاه غالبا وحنا نار لغم متلوها لكن هو عربك امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي عبد الله بن سفيان سفيان بن عبد الله البجري نبي الله واحد يقول عبد الله يشيك كان هو عبد الله يسكا قبو كيو كلوي حصائد السنتهم عربك وضوح وقوستي او شقيستي وحن كاهين ميادتك النار تاف اف او غوتوري صنب عري وجه وجه سي كان قوت معادو اعلم الناس بالحلال والحرام ببراهيده رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرعه في باب قبل هذا ابو امام كيرمان الصومرين سلام في الايه وان في فيري وسهوي وسهوي اسمه تسين وهي حديث كمان صومرين ميلو كشرح النووي ولو حن في الايه ان هذا كور بصومر حديث في رياض الصالحين من صومر امام الصومرين اذا هذا وحنا بنقول قد بين عدو نوح قد بين تعريف كي غيبه ذاك يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون متقان أن مؤكتي المسلمين ما الغيبة حنط وحيطاي قالوا وحيدا الله ورسوله أعلم إلهي الرسول كسوء قال البدن أرن ديني دوهي وحي دين دكو صابسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدون نول يهي يهدون موتين يهي بأ الله ورسوله أعلم بالأوران كرتا قال وحيدا سبحانه ذكرك أخاك بما يكره حنط وحاوي ولالك أتكشك وحيدا بسنيه يوسن كله جوجن أما كله جوج مر بهذا كل شيء توحد يبسنا يوحد شيء سنة أحد كل شيء حموي قيل وحال أفرأيت نبى لب الكورا إن كان في أخي ما أقول ولا لك وحن كل شيء هدوب كنت المامية نبى الله وحد الله أنك لقادنا نبيت إيو إن النبأ ونوح نحن أنك شيء يوحي شيء
iyaga samaysta oo jaayada hantu waxa way dhikruka akhaaka walaalka inaad ku sheegto li qeyri u sheegto ma iyagra wuxuu dhibsanay qila waxa la faraayt bal ka war in kana fi akhi ma aqul walaalki waxan ku sheegay haduuba ku tilmaamayo yahay نبي الله بلها تام حيت قال نبي إن كان فيه ما تقول وحات كشي كشي يزادو بكت المامية أي فقد اغتبت واد حمطي وإن لم يكن فيه ما تقول وحات كشي يزاد لي دادوسا كت المامين فقد بهته واد نبطي وأنا بدوي افتراء حن إي افتراء هاسكو خالدنوي وإنك لعلوسه رواه مسلم نبت ينار بالاسمي بسمالي جدان نار ينبت بالاسمي باش النبت دعاء بو واحد أن هاي لغو أكبي أو لغو كشيعو أو هذانا لغو شرعي أيو لغو قدير واحد كذي بدن مشر مصيبة وي رواه مسلم مرك حنت وبكابة صدرت ذا الإمام البخاري وحول مرك أنا هوش عقادي حتى رق الرواد جرحنا يوحك الشيء عبارة ظاهر كيدو وقرح سيئة هاي دانتان لين هاي لقف فهمها هايو أيام كل شيء فيه نظر بكله فلان تركوه سكتوا عنه منكر الحديث وكل حنية ذهب وحول وان تبقى ليو ولي جنين كذاب اللي ما ركبوا راوي كذاب يضع الحديث مره بخار وكل حنية سكتوه تركوا حديثه هذا هو تورم حديث كيسوي محدد كتاكين محل قفها مايا وحل الربا لقفها مايا وحلو وهذا ورع في غايه وهذا غايه الورع نما بخاري اين هوش او ما اراك بر رقم عدين تا سيسوي لان هيا مرخي انك هوش سكبط انتي حناقان كذاب يضع الحديث بين لو حوي ولي بدتشي باشا او يضع كل كودي هاي وانا رد دبويه لكن اسوي اسئله لنشري باشا مركا الله يسكى إلالي كبيرة من الكبائر وهي وخطر قرآن كاكها الله وآفو ورك الصومالي ذا حن يحبال بلوكا نولي هاي يسكى إلالي حن يحبال بلوكا نولي إذن حن تواقيم نولاش هذا كميدا الآن تيد ما بنولانك الرجولي حن يحبال بلوكا نولي هاي الدنيا وحابداق ضدنا وحنداق بيقولي ما مايا أصمي يستنب باشان اسكي الى لي قصه طريفه اجرت على الامام عبد الله الوهاب القرشي المصري الحافظ الامام الفقيه اي وحي لي الهي بان نذر لقلي حنتي يدبك ما كان اركي بان شرط بان نذر بان قلي وحان كن نذر الهي كل شر دستي مر والبون روح حنته ان مالين صومه حن با يقعد عضي مالين بان صوميه روح بان حنتا بن ادم بان روح بان يقعد وداد بان حكشيغ اما ارضي بان حكشيغ اما روح بان حمن صون مالنا هل كي قيمه حنتي كستبا مال بان كسوم جير باش وان دين واي وي سوتابور هجراتو او صونك هاي ديبو وي ريفاي صونكي بدناين مركان خالد يرقل ان سومي نفتي باي قبات لكن ولي هو شو جوكسون وي ديبور مالك واقد دمبو حانكو انس ان بدل صونك حاربوا الهو مالك روح بن ادم حكشيغو درهم بان بحنايا هل دينا هل درهم او فضاء بان بحنايا وحير مر كان شيء العقد بحنايا حنطم بوان اود وايبور فمن حب الدراهم تركت الغيبه تبور العقد عيل درت يد بان حنت اوغت تغيب حوله هو مصيبه صونك وان وذيبور وات مكاك صون مالن كان بالله ماينس شيل الانام بحيو حنطم مالن كان سيقدم بيسبور هذا سمي دار قليهن ترافق تي بوليس كجديد كي ودوينك يوم بلاها باكنا ده إيو هذين تلو قبط لو حول سود ده يقول قد ترى ده ميش ما عليك هاي بلاها بتتيجي دل سوق إيو ومرايد الو قلي باشا بيا صيد الو دع قلي إذا بعد يلنيس العقوبة العقوبة المالية وحكت بدن مجر هي قلبيات كويت دراسين هوش مسلمين تي قاتين ويكفى يدين قولوا كستوين بالاسكوز ايمان بيلينك باكن كقد روح قلدنا يا لمت ورغم بالو قلين
شن مال مود مركات من لغو جناحه بقول دور كنت بحيسه واقدم إدب باديالن إدب تياكو يلا شيلينك شيلينك سيدنا عبد الله الوهاب يا حمدي محمد محك جوجي دراهمتي فمن حب الدراهم تركت الغيبة تبور باشن لحت على المصيبة وشيلينك بحنتي سواري سوي مركا ساسي سلف وجود دالي تشري بين يكبت بادان ويسكيل عليان حنطاس إذن كنا دادالو باشا اسكا قوية وليبا طلبان نيسان هيا بنتي الدين لغو خلطها هي الشر دين لغو قلنا يو يا كحن وعن أبي بكرة إمام كان حليا يبنان تهي أو مصلحة شرعية أي كقن طي أو محظور كشرعية ماشو أكبح أي شيء دونه حليا أوسق شيء ما فاين دون هذا عن حديث ترمي وعن أبي بكرة النفع بن حار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته نبي وحده خطبته يوم النحر مالك رندوغا بمنن في حجة الوداع حجك سقوتسكا حجك قدم النبي وحجية قرنا يسان سنة كتمناد هجرة خطبته وكتشيدي وكتشيدي من كتشيدي يوم النحر وكتشيدي مالك تمناد وحكو جرى إن دماءكم ليقينو وأموالكم هنتدينو وأعراضكم شرفتيني مقعينو حرام عليكم حرام بايدن كتا انا اسكو حد قلتان ديغيننا دايسان هانتدا اد كار دعدان حق الناس كا ظلمدان عرضك شرط الروح مغيس دكتيس اد شان حرام عليكم حرام با الهي دوش الهي وايد كم ممنوعو كحرمه يومكم هذا مالكين يوم النحرغا سدو حاران ايدين كيهي ان حد قلتان او حجك و خيل كم ممنوعي لغا عاغنا اتميسان في شهركم هذا بشين ذي الحجه في بلدكم هذا بلد كينن يا مقالين مكي حرم كا على هل بلغتو ميدن جارسيا فرنتا ايضا متفق عليه اذا نبي سيدا سؤال كيو محل شهادك الشيخ كرمان وحوي حديثك واعراضكم واعراضكم شرفتينا مقعينا سمعتينا يعني الاسباب بان وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت واذا وحيتني قلت للنبي نبي حنكوري عائشه دمرك النبي محمد قبل دوي رايت بهيت أنا أقرح صنيد نبي يقولون إسلام كلا في رياء أما أنا ميسن أجلان كرين مصيرك هو قيب كم ذا والدة مصيرك هو خطر وي صدق فقهاء المالكية غير ذا وحي كدرين عذر دار ذا كفر جم منعية إسلام تقول يدوم مصير سه ده يروح قال لي ما أكو هذا الشو لو قبل ما هي لهذين ونوع من الجنون والوي وأنا ورث حوي وهذا هو لقب ستي أنا إيش عبد شكر وقال نفس الشيء والي هو وين هذين مصيران إلهي إنه جالس على غيابة إلهي بيقول بان هوش بأنت إلهي شيء ساد وقاضي كله اسمه قرن ليس هدو ما كم يرسلته هل جاي بيدا وحاكم وديهم بانو ما بديهم بور كم شيء جنبه ساسان كوه مالكيه هوش هو كقر ليين محايا نيكا خمرة عبي كسو عبي بالغا نقاشي كفري وكود عم الله قبانايا نيكا آد انتو عروضي عروضي هير ربي لي هير كوبات كلابات ميتك صدحات جاري إن كلا قرنين وحا كسو بحي أفكيس إسلام دا دوفر فرطان كان مدعين بدا دو يرادي لا طلاق في إغلاق هوين هوري هوين هورتان لو عرون لما فروه قليل انت نوت ما دان اسلانت ما فرانو عريسن بينتا اي شيكدا اسك داي غبد لو قس لهي او عيش ومرح لا يافر فرات لا اسم فرورت فرتان ما كو دحاي وينو يمادو حناق وين له وا قصب تا اوغادا اي حناقا هيرر بوليه استجيو كليه ميدكا او دنبيه مصيبه وها هو ميد ان كلا غرينين وها افكادا كسو بحاي قولي هذا اسفيلتي قوانيو ترام باي قواني واشم يسمي المكي حناقان أفكي تواب ركسي دين داك الروغة أنمد روح وارم بنادم ماناين هيركا روح دو قارو وسن قرين وحاد دبنيه سكسو بحا يمحال قصو قادا قف وارانو كلا الله الحاقيا طلاق الغضباني في الدرجة الثالثة لا يقع طلاقه هوين إذا مصير سنبا كسي الدرن آثاري أحديث وحي كتمت إنو النبي يريد ضعف كجره مجموع لنا وادي حجيان هوين اذا ما صير سن كلا قرن ما يسوى هذيك يتقى مدحي سي حق وصعد بيها حق وصعد لما حق وصعد مس حق ما قالنا يقول هذا بلا وصعدان
ويقوم حقه قضاها هي مسحقة كالقرن ميسو مسألة غيرة مركة آد بيعلوستا إسكوك هذا هوينك مركة اللي إذن ككينا هولا نوع عاسو اللي إذا زاسي إذا دينسا مفوران تاي مسا مفور من مي قالوا مسا ما قالوا بين دربايان لغو حابين مدراع انتا اللقاء إلالي هو شيد هلا الدراسي أمرا عائشة سيداس وحكدوا بان مربضان كدعاي وحتى النبي وكو صابتون وصحي مسلم كو أركدوان تاك مصير كيدو آد بوكو الله نبي قلوا وكو أغا وكيما بين دان صور رقم مرتو صور حيرين يوحدن بجبس نبي قلوا هو يدين واي مصير تي آية روشن اسكد جست قبر صفية اللي ريكو صبرت صفية بنت حيي بنت أخطب ابن أخطب النظرية ربا النظير قبر وحي أهد قاريا والراشين سمين هي صنعاء لو قارين عائشة تبي هذا مصير هوش عليس بدن بي عائشة هو كأنتي هوش بيك الله يزاد مرك النبي يقول له شو جي كبر دوحك شيء قلت للنبي وحنكو النبي محمد وحنكو لي حسبك من صفية صفية وحاك عقف النبي الله كذا وكذا صفية بعد كشيء قلت صفية وحاك عقف فلا إنا إذن هاي إنا سيدا سيدا تاي بمعنى إنا جابن تاي رواية كلا عدي سوى أشارت إلى أن مولتين فرده هذا حبين كم بدأ ينتعه هذا نساء وقبط يته وحكى قفلا صفية بمعنى إنه قال أنت وكذا قال بعض الرواة عفوا قال بعض الرواة وحيدة هذه تعني قصيرة بأجيدة رواة حديثك كقات سنة ثورة ورنبا الشيخ وحن مسدد كأهين إذا النبي قال أريق أبو أشيق يا مركع عائشة خطرت إيقا شيء وكلها الله إياه وكذا مصير كأو كبارنا أن قابني ذي دي دير كذا أنت وكذا إسئلالي بالي عائشة أم المؤمنين باتهاي هريال كمسلمين تاتهاي إسئلالي لقد قلت وحات كو هذا شيء عائشة كلمة ورد لو مزجت هدي اللي قد لها أو اللي قدر لها بماء البحر بدأ بيه هذا لما زجته ويبدأ أي لغيرته ويبدأ لها ويدور لها ويدك كاسو بحضي هذه شيء جرم لانتي لا قد قام بيوك الا ما عروك لا بده وين بيدا لو سي دايو ويدور لهيد بده ويور لهيد ويس بدل لهيد هو دك اه ما هي تاي حفصه صفي وحا كاغه في النبي الله اني غابنتي وحا وحن نينك غابن ما جعيد واد غابنت ان كو دحادو سي اد اد خيو كو دريسو مروسن قابل روحه كحناقين باش وأركا يا هو العادي مر نقاب كات كينتو يكعرون هي إذا لما قبل دمر ولا سلقوا هي لو حكى قفلا ما حد كشك شيء إنه يقابن تاي وا وحوي نبي وحو الشيء مرك عائشة الويل ويرداسي بدا إلهي بيها دون كوبين بري بضا يا بضن بري بي يا بضن بي يا بضن أدونكم بقولك بتضاعتن شن لك وبيوي بقولك تضاعتن شن أنت عرض أن كنا والله والله تضاعتن شن الدنيا كناش بض بيها كبدن أنت نو هذا أرق نوي بضا سيوسع تلما جاره هاي ديارهم بس كسوة ريسري جاذبية سعرنا يكوسون نقول لكن لجاري وا بيوم بس يسوع ده تيب النبي وقال له يحول ويرد على سهاديو لقط دروا ويدورين لهاي قال ذو وحيت عائشة وحكيت له إنسانا هويني كلي يأتي يا نبي وان شلي ترى دنا مال مال ما كمدة وان شلي وحكيت له نبي وحان أشلي وش شيء إن رجلا بروا امرأة تم برواية كتب هذا صح هويني كلي يقاب صعد كذي بيت المانطي أيضا مركب مصيري يحكي شيء قد كوضة فقال سبحانه وحوري ما أحب مجع لأني أنا وحكيت إن متلون شلو إنسان ابن آدم سعدك أما قابك وإن لي كذا وكذا من الأجر أنت أصو خير إن لا يسيو وحان كدور بدلها إن أنا شلين أنا متين روح سعدك أما قابك حكاية ذو وأن روح فلك سميو كلا آتشو أما آدم تشو أيا ليلة ذا رواية كلا وحيت الناس النبي قلت الروح قتل مانتي بوقرن ويصوبنه مركاسي مت شيء روحي هويني إن أهيد بين رواية أبو داود غير كتبة المامي أدو دون إن هالنقطة أنت يبون نبي قوان صدق لي حتى هذه الروحي قتل مانتي ولا قرن واي وإني كده تنجر سو قرن مش هادي ما ذا حق له عن أنت وهالي سوي كيف وإني كاتيس كيف قو بدلها وحوي كيف كي عاش تاجه هي
سوالي موتيس مدينيس هولها مضح يا فراها وتاجساني مضح كلنا سان دمبي توجيه ترتيب وحوشيغا. رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته مزجته معناها كجر معناها انا وحاوي خالطته ويديه لهيت كلمه يا ديهد بيها مخالطه ديهد يتغير او بدل اسبدله بها بسببها ودرت طعمه بدا ددن كذا او ريحه اما اركيس لشده نطنها وقبحها بطي دنيت با ددن كذا سنجيده هوده اسبدله ما هي لشده نطنها أركيا الدراجيس وردا سيو قريسو أسوق فعسي وقبح حماشي هذا. وهذا الحديث من إمام كنوي حديث كان أصدقى من أبلغ الزواجر من أبلغ الزواجر على الغيبة أحاديث أحل إيرا كارستاقي سيكار ريب يسوي غيبة ذا الزواجر حبها حماها كعليا لها جمع الزاجرة. قال الله تبارك وتعالى وما ينطق نبي مركز سيدا أجري هأوقادني ببنوك حل راشطه بمبورين معها ويدح حنطة هاي ذاتي بدها إله اللي قدر ويدورين لها ين هأوقادني نبي قنو وح بمبوني وإمامك كله وقالوا قالوا بيزاري سوية إنك وح بمبورين وحد كيس شيء قد نعفنا أما كسو قد نعفنا أما معصوم ويا نبي قو أوه شيء والبسيط اللي وطل قريب وشيغية كمان أبضيه كمان أصدقه وما ينطق عن الهوى نبي كماها الله ربتان كسي وحاسق الربي وحول إلهي ربك الله إن هو ما وديس يقول كسي إلا وحي يوحى وحلو وحي الدين أو ويم وين ما ربتان كسي وحك حران وداسي مركز سيدة أوقاتوي غيبته هل كاسي جوكتا وح صغير نقنقر تميه وكبير من الكبائر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مكي ديلمي عرك الله لكوري سماواتك مررت وحن صومر بقوم قل يو لهم اظفار عدياله عديان دير بس عجيان انا عديان بانو اقانا ومن نحاس برأه مار نحاس توات غنى مارتا يخمشون خمش يخمشوا يخمشون تشيح هاي حنقروا فنية وجوههم وجيالك دي وصدورهم لابهودا عديه برها برتاها مارتا أبي وجهه ذا كدي ريان وهيلب يلا في لد كلب حنا يان لفها فيرها أنا وعضينا يان شير كلهم بيسكعون هيا عدا ألا كوسي ده عرض ناريت كده ما يجا سحق هيا واحد يسكح حقا عد ما هو محيوا فرق يتبر يسكح حقا هيا. فقلت عن النبي الله النبي إله كل صاحبك جبريل من هؤلاء يا جبريل جبريل ذات كان محيان سيد سوء عذاب هيا. قال هؤلاء كون وحوي الذين يأكلون لحوم الناس كوان وكو ادونك واغي جوجين ددك هليب كي سعون جيري حمن جيري ويقعون كدح جيري دور جيري في اعراض من شرف توديه مغعوده مركه ددك ادمها اسك اساسا لوغ انت جانب لوغ غين وحاسا كو هريه. رواه ابو داود. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حول كل المسلم مسلم كدمانتي مسلم ودن على المسلم على جميع المسلمين عرضا ومالا ودما حرام ممنوع بكيه مسلم وكعاجن ياي مال جيسة نفتيسة دي جيسة شرفتيسة إنه كحد قد بلما أقوله قيل بلاش الغبا رنيستو تأويل فاسدة يتورع بارد اسكي إلالي دمه ما بيقول عدي كل المسلم على المسلم حرام دمه دي جيسة حرام كا وعرضه شرفتيسة مقعيس مالك قدع حرام كا وماله هنتيسة إنه رعوه كحد قد به حق الناس ظلميه. رواه مسلم. إذن إسكا إلالي عدنا هكو حمانين وحبها كشيغين نميم هنقونين أفكا إذا بويال شابعي وحلقي كلمة في عمبا لقور يا وعوري من ذم لك نم عليك روح انتو كوي ما در روح كل عاية كوكو حانتا أدنو كو رفيا ما بوري حلوقي هاي من ذم لك نم عليك كوكو إيمان وحدي بلا وحدي بلا كي هي بلاها كي هي بلاها مركا دو كدي هي آتر هذا هدو نحكو كلي أدنى كي هي بلاها هي قولي خلو بكت كدي من ذم لك نم عليك ورجوك دي إلهي كعبس إلهي كعبس أبا أي شيء بس كج عد كان لقات هاي لسو آدم هدي باشا اللي سكع اليو ونينك اللي ما دوا يعلى غير هذا أدونك وهاكا إلهي إلهي الناس ترو والله سبحانه وتعالى أعلم.